وما زلنا في هذا الموضوع، ومعنا الآن على الطرف الآخر من الهاتف النائب السابق محمد الكندري. مساء الخير أستاذ الكريم. مشهد كئيب لا شك تعيش الكويت في ظل إرهاب حكومي لقمع الحريات. كيف تلقيت هذا الخبر، خبر إغلاق صحيفة الوطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا بداية بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع سياسة الوطن سابقا، إلا أن إغلاق صحيفة الوطن وقبلها إغلاق قناة اليوم وإغلاق صحيفة عالم اليوم يشكل انزلاق خطير وانحدار شديد في الجانب المتعلق بالحريات العامة التي كانت تتميز بها الكويت سابقا. عندما أقول كانت بلغة الماضي التي تغيرت في الحاضر، وبكل أسف فإنني أعني تماما ما أقول. كنا نفخر سابقا بمزايا وأمور لم تعد موجودة للأسف الآن، أبرزها حرية الكلمة، حرية الصحافة، حرية النقد، ممارسة الدور الوطني في محاربة الفساد وأهل الفساد، عدم وجود سجناء رأي. كل هذه الأمور تبدلت وأصبحت من الماضي الجميل. أصبحنا نعيش وضع مأساوي وسوداوي. أصبحت الحكومة لا هم لها إلا البقاء دون إنجاز ودون أي أداء مرضي. هذه الحكومة التي أصبحت فاقدة للثقة، لا يوجد لديها ما يعني تقدمه للشعب الكويتي، لا تستطيع أن تتخطى التحديات الاقتصادية المخيفة والتحديات الإقليمية الخطيرة، فضلا عما يتعلق بالخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن ووظائف وغيرها. أصبحت هذه الحكومة لا هم لها إلا ملاحقة كل من ينتقد فشلها وعجزها في محاولة يائسة لتغطية هذا الفشل وهذا العجز وهذه الثقة المنعدمة. أصبحت الحكومة تلاحق السياسيين، تلاحق خصومها السياسيين من خلال سحب الجناسي بطريقة انتقائية وانتقامية وغير قانونية، من خلال الملاحقات القضائية وبطريقة متعسفة وانتقائية، من خلال مصادرة حق المواطن في النقد وحرية الكلمة، من خلال تحويل مجلس الأمة إلى مجلس طوري، من خلال يعني دورها القمعي في اتجاه أي كلمة، وممارسة الإرهاب لأي طرف يحاول المطالبة بالإصلاح ويحاول ممارسة الدور الوطني في محاربة الفساد وكشف أوجه الفساد. لذلك قامت بإغلاق صحيفة الوطن وقبلها قناة اليوم وجريدة عالم اليوم، وهذه الصحف اللي لم تصفق لسياسة الحكومة وإنما قامت بمسؤوليتها وبدورها المهني في انتقاد الوضع السياسي العام اللي يشعر فيه كل مواطن من سوء إدارة البلاد ومن يعني سرقات كبرى ومن تصفية واضحة لمقدرات البلاد ومن ضياع البوصلة السياسية ومن فشل كما قلنا في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية والتنموية. نعم. وللأسف طيب، في المقابل أعضاء هذا المجلس اللي ما نعول عليهم حقيقة أبدا يقفون. أنا سؤالي كان للأمانة عن المجلس، ما هي الكلمة التي بودك أن توجهها للمجلس؟ أنا يعني حقيقة ما في، يعني أنا أتكلم أوجه كلامي إلى الشعب الكويتي، يعني كشف يعني حقيقة هذا المجلس اللي مثل ما ذكرنا ما نعول عليهم شيء. هذا المجلس اللي يقف أعضاء متفرجين كعادتهم، وإذا تحدث قليل منهم أحدهم فإنه يتحدث كأنه ناشط سياسي لا عضو مجلس أمة يملك أداة من أدوات المحاسبة، بل إن أغلبهم تجدهم يصرحون بدون يعني أدنى حياء سياسي موافقين لسياسة الحكومة الفاشلة والسياسة القمعية. لذلك أنا أقول الوقت خطير، وبل إن في إساءة بالغة وضرر كبير على سمعة الكويت خارجيا بإغلاق يعني مثل هذه الصحف اللي لها دور كبير في حمل حرية الكلمة. الوقت خطير، وأنا أعتقد لو لم يتم تصحيح هذا النهج لربما أصبحت الأمور أكثر سوءا، ولتمادت هذه الحكومة أكثر في ممارسة سياستها القمعية ضد كل من ينتقد أو يكشف أوجه الفساد، وبالتالي سينتشر الفساد بشكل مخيف، وسيجد المتنفذين أصحاب المصالح غير المشروعة فرصة وبيئة مناسبة لهم لتحقيق مآربهم وسرقة وتصفية مقدرات البلد دون وجود رقابة أو محاسبة أو حتى كلمة أو صوت تقف ضد ممارساتهم. لذلك أنا أعتقد لابد من تصحيح المسار قبل أن ننزلق منزلق ربما يكون من الصعب تصحيحه أو النهوض بعده من جديد. نعم.